السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد السيجار كيجيو رائعين بالبطاطس، حشوة اللي هي اقتصادية ورائعة مع بعض الافكار باش يجيوكم لذاد. وكما قلت لكم مقاديرهم متوفرين في جميع المنازل، الى عندكم غير شوية الورقة جيو نوجدوها مع بعضياتنا. وهذه راه كتوجد في 10 دقائق هذه الحشوه، يعني الموظفات ولا النساء نيت اللي جالسين اللي بغات شي حاجه سهله واقتصاديه واللي متوفر عندها في المنزل. غادي نبداو على بركه الله. غادي نديرو هنايا، عندي جوج حبات ديال البطاطس كبار شي شويه، درت هنايا شي شويه ديال الابزار. غادي ندير واحد 4 معلقه صغيره ديال بودره الثوم، هنا عندي قزبر ومعدنوس، واحد المعلقه كبيره عامره مزيان، وعندي واحد الحبه ديال البصل الاخضر بصله خضريه. صافي، هنا غادي ندير واحد 3 القطع ديال الجبن المربع ولا المثلث اللي توفر عندكم، كان حتى الجبن الكريمي ولا كنقولوا جبلي، المهم اي نوع جبن ديروه. وهنايا عندي واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وهنايا السر باش يجيوكم ديك الحشوه كتجي شاده راسها ورطبه في نفس الوقت وفيها مذاق زوين، هو بياض بيضه. كندير هنا معاهم واحد البياض بيضه، وكان نمعس كل شيء بهذا الشكل بالفرشيط ولا اللي عنده مع هذه اللي كدير بيغي ديال البطاطا ممكن يستعملها. صافي، انا هنايا غادي ندير بالفرشيطه حتى غادي ينسجموا لينا كاع المقادير مع بعضياتهم، وكنحصلوا على واحد البطاطا كما كتشوفوا بهذا الشكل، يعني كتكون شاده راسها شي شويه، ماشي جاريه وماشي ثقيله بزاف. هانتوما بهذا الشكل. صافي، دابا غادي نجي نوريكم لاستيس باش كيجيوكم ساهلين، وكما قلت لكم يعني في واحد 20 دقيقه غادي تكونوا وجدتوهم ساهلين ماهلين ودخلتوهم للفران. هنايا عندي الورقه الكبيره حجم الكبير، غادي نقطعها على 4 ندير فيها مثلثات، وهاد الصبيعات ديال البطاطا كيجيو رائعين في المذاق، وكما قلت لكم ساهلين وطريقتهم يعني بسيطه، وجميع المبتدئات ان شاء الله غادي يوجدوهم، واكيد المذاق ديالهم رائع 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 جدا. وبالنسبه هنايا ما درتش الجبن يعني اللي كيكون محكوك، لانه بصراحه تيديرهم تيطرطقهم في الفران وتا في القلي، يعني الا داروا في الزيت هذوك كاع خلاص، الا داروا في الفران كيدي فورما وكيبداو يتقطعوا، ونفس يعني نفس المذاق ما كيعطيهمش واحد المذاق اللي هو مختلف. كما قلت لكم ديروا هذه الاضافات ديال البصله والربيع وداك الفرماج وزيت الزيتون، راه كتجي واحد الحشوه اللي هي لذيذه بزاف. هنا كما قلت لكم قطعت الورقه كما شفتوا فرقتها. صافي، هنايا لاستيس الاخر باش كيعطينا واحد اللون اللي هو محمر وزوين، وكتجي تا الورقه بنينه. تندير هنايا زيت نباتيه، كندير على شويه ديال الفلفل الاحمر. صافي، وكنخلطها وكنخليها واحد الدقيقه. صافي، راه كتهبط ديك التحميره لتحت. صافي، كندهن سطح العمل. وبالنسبه للورقه دائما تناخذوا الجهه الحرشه هي اللي كتشوف فينا، والجهه الملسه هي اللي برا، باش كتجينا من بعد الجهه الملسه هي اللي باينه الفوق حيت كنلويو. هادشي بالنسبه للمبتدئه، اما العيالات اللي ديما كيطيبوا داكشي راه عارفين عارفين كيفاش كيديروا الورقه. انا كنهضر مع المبتدئات اللي يلاه بادين في الطبخ. ها نتوما عندنا هاد الطريقه الاولى واللي وريتكم، يعني ديال كنديروا حريبلات، ولكن صراحه يعني ثقيله شي شويه في الخدمه، والبطاطا مع المده ملي كتبقاي ديريها كتلصق، خصك يعني كل شويه تغسلي يديك. انا هاد لاستيس افضل واحسن الى عندكم، يا ديروها في البوش، يا انا درتها غير في البلاستيكه باش يشوف زعما باش تستعملوها كاملين. اللي عندكم البوش غادي ديروها فيه، انا هنا خديت غير بلاستيكه عاديه ونقيه جديده. صافي، وتقبتها كما شفتوا قطعت ليها الراس، وهاد حتى ديك التقطيعه راه على حسب السمك اللي بغيتو، ممكن ديروا لي سيغار رق من هكا تيجيو رائعين جدا. تديروا تقطيعه غير رقيقه، وكديروا دوك الخويط هكا ديال البطاطا، كيجيو فنين في الحطه وتا في المذاق، كتجي فيهم الورقه مقرمشه مزيان.
وديك شويه ديال البطاطا لداخل الرطب. هانتوما الطويه كما كتشوفوا ما كنزيرش بزاف باش ما يطرطقوش في الفران، كنخلي ليهم البلاصه فين الا كان يعني داك البطاطا تنفخ شي شويه ولا معاها بياض البيض وداكشي، كنخليو ليهم البلاصه والفرماج فين تنفخ الا غتنفخ شي شويه وما تقطعش لينا الورقه. وهانتوما كما غتشوفوا راه ما تقطعوا ما تحلوا ما عواجوا ما حتى شي حاجه. هنايا كما قلت لكم غنديرهم في الفران، راه زدت دهنتهم شي شويه لان الزيت ولات غاليه، مالي الورقه ما بقاوش كيدهنوها كيديروا واحد شويه، يعني راه ناشفه بزاف هاد الورقه. غادي ندهنها كما قلت لكم شويه ديال ديك الزيت نيت اللي شفتوا معايا، وغادي ندخلهم للفران على نار اللي هي مهيله يطيبوا من التحت ونعاود نشعلها من الفوق. كان عندكم الفران كيشعل من الفوق ومن التحت، شعلوا من الفوق ومن التحت على نار اللي هي مهيله. وبالنسبه الى غادي تقليوهم غادي ديروا ضروري تسدوا داك المثلث من الجنب في البلاصه اللي حطيت عليها انا، غادي ديروا شي شويه ديال بياض البيض او لا الدقيق. وهذا هو الشكل ديالهم، نتمنى انهم يعجبوكم لانهم فعلا كيستحقوا التجربه. وكما قلت لكم دائما مع الوصفات السهله والبسيطه غادي نشاركهم معكم في رمضان للمبتدئات والموظفات. نتمنى ان الوصفات ديالي نال اعجابكم، وما تنسونيش من البارتاج وتضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات، وخليوا لي شي تعليق محفز باش نزيد نعطي اكثر. والى وصفه قادمه ان شاء الله، مع السلامه، في امان الله وحفظه.